تفضل يا ابو عاش. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى زوجاته أمهات المؤمنين ومن سار على نهجهم وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم سلام ورحمة الله وبركاته. سأتكلم عن رجل أجدني قزما أمام هذه الشخصية العظيمة والسيرة العطرة، والله الذي لا إله إلا هو، ما تجاسرت على الإيلاج في ذكر مناقبه إلا أن الكلام في حقه قربة أتقرب به إلى الله عز وجل. كلامي عن علم أبي بكر رضي الله عنه هو قربة أتقرب بها إلى الله عز وجل. ويعني سبحان الله، جاء الزمان ودار الزمان فأصبحنا نقارن أناس بأبي بكر رضي الله عنه أو نقارنهم مع أبي بكر، سبحان الله، هذا والله من الظلم ومن العدل. حتى علي بن أبي طالب ما يرضى أن يقارن بأبي بكر رضي الله عنه. علي بن أبي طالب يرى نفسه يعني أقل من أبي بكر رضي الله عنه. علي بن أبي طالب عندما يمدح أبو بكر رضي الله عنه يمدحه بأمور هي فيه ولازمة له. وأيضا هذه الشخصية العظيمة، الرجل العظيم القدر رفيع المنزلة، هذا أول من نصر الرسول، هو أول من نصر الرسول، هو أول من دافع عن الرسول، هو. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ سمي أبو بكر رضي الله عنه مؤمن، مؤمن قريش، كما سمي هذاك مؤمن فرعون أو مؤمن آل فرعون. أبو بكر رضي الله عنه سمي مؤمن، يعني وصف بأنه مؤمن آل فرعون، لكن أبو بكر أفضل من مؤمن آل فرعون، لأن مؤمن آل فرعون كتم إيمانه، وأبو بكر رضي الله عنه صرح بإيمانه. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم بعد ذلك ماذا فعلوا به؟ آذوه، وفعلوا به ما فعلوا حتى أغمي عليه رضي الله عنه. فهو أول شخصية نصرت الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن خذله الناس، يوم أن خذله الناس ما وقف مع الرسول إلا أبو بكر رضي الله عنه. ولكن حسبي عندما أتكلم عنه وعن فضائله ومناقبه ومآثره أني إلى محبي الصديق أهديها، هذه الكلمات أهديها لكل من يحب الصديق، هذه الكلمات أهديها لكل من يوالي الصديق، هذه الكلمات أهديها لكل من يعرف قدر الصديق ومكانة الصديق وشأن الصديق ورفعة الصديق. حجينا دقيقة واحدة استاذ. الله يصبر أحمد الإمام هاي الساعة، الله يصبر إن شاء الله. كمل 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 كمل. طيب، سأتكلم عن رجل هو أفضل الأمة بعد أنبياء الله عز وجل بلا خلاف. ماذا قال النبي؟ يعني هذا أنا لا أتكلم، إنما أتكلم من قول النبي، قال: ما طلعت الشمس ولا غربت المصدر بعد المصدر النبيين والمرسلين على رجل خير من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. إنها حقيقة الإنسان. طيب، سأتيك بالمصدر، يعني بس أتكلم الآن، أسترسل في الكلام، لأني أنا أتقرب إلى الله بهذا الكلام، أتقرب إلى الله قربة أتقرب بها إلى الله عز وجل عندما أتكلم عن أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه شخصية فريدة من نوعه. طيب، أيضا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن كل صحابي كافأه النبي، علي بن أبي طالب كافأه النبي، فاطمة كافأها النبي، طلحة كافأه النبي، إلا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. ماذا قال عنه النبي كما في البخاري؟ يقول: ألا وقد كافأنا كل من له عندنا يد ما خلا أبا بكر، فإنه له عندنا يد يكافئه الله بها يوم القيامة. يعني هذه المكافأة يكافئه الله بها يوم القيامة، لأن من الصعب أن يكافئ أبو بكر في الدنيا، من الصعب، وحتى النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يكافئه، ولهذا أرجأ هذا إلى يوم القيامة فسوف يكافئه الله عز وجل. في البخاري أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبتي وماله أبا بكر،
ولو كنت متخذا خليلا، يعني من الناس، لاتخذت أبا بكر خليلا. الله أكبر. هذا رواه البخاري. أيضا ثبت عن عمر رضي الله عنه قال: أبو بكر سيدنا وخيرنا الوقت وأحبنا الوقت إلى رسول الله. أبو عاش، أنت انتهت الخمسة دقائق. سيد ميثم يقول لك إنه ما طلعت الشمس ولا غربت، وقلت له اعطيني المصدر، وما اعطاني المصدر، لأن الدار قطني قال في العلل، طبعا إنه الحديث غير ثابت. المهم، ويقول إنه إن من أمن الناس في صحبتي أبا بكر، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر. ويقول لك يا سيد ميثم إنه هنالك مؤمن آل فرعون، وهنالك المؤمن أبا بكر، جبل من العلم. شنو جوابك؟ خذ خمس دقائق. طيب، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. هذا من الكلام الأكاذيب، الكلام الفسد الذي لا وزن له ولا قيمة علمية له أبدا. يعني يقول إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. الله تبارك وتعالى يقول: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم. الله هو ذو المن، ورسوله هو ذو المن، وليس أبو بكر. يمن بماذا؟ طيب، أين مال أبو بكر حينما كان النبي في مكة؟ ما أبو بكر ما يعرف له مال أصلا، ولا هو من التجار، بل أصله من العبيد، الرجل من العبيد، كما صرح في ذلك من كانوا مع عائشة في جيش الجمل في أبيات وفي قصائد شعرية، ويقولون: وهل تيم إلا أعبد وإماء. رجل عبد، عبد من العبيد، وأعتق، ولذلك سمي عتيق. هو المال شنو؟ أين هو؟ أين التجارة وأين المال؟ طيب، وإن شاء الله سأسرد هذه الأدلة، ولكن على وجه السرعة. ثم يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنه لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ما أعرف، إحنا نصدقك نصدق أبو هريرة؟ هذا أبو هريرة في صحيح البخاري، أولا مسألة لو كما عندك في الصحيح تفتح عمل الشيطان. النبي صلى الله عليه وآله نهى عن قولي لو، فكيف النبي صلى الله عليه وآله يخالف نفسه وينقض على نفسه يقول لو كنت منتخبا خليلا؟ طيب، أبو هريرة يكذب أبو عائشة. يقول أبو هريرة في صحيح البخاري: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت. إيه، كيف أبو هريرة يقول خليلي، وأنت تقول لو كنت متخذا خليلا؟ أبو هريرة يقول خليلي رسول الله، اتخذ أبو هريرة خليلا. طيب، أيضا في صحيح مسلم أيضا أبو هريرة يقول: قال فأخذ حصى بكفي فرماهم ثم قال: قوموا قوموا، صدق خليلي، صدق خليلي. والكثير من هذا الكلام، وليس أبو هريرة، بل حتى أبو ذر، أبي ذر الغفاري. يعني هذا النبي متناقض، هذا كذب، مرة يقول لو، وإنه نو بيقول خليل. نعم، أحسنت حجي. في صحيح البخاري الحديث لأبي ذر يقول كلام طويل، إلى أن يقول: حتى كتفه حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل، ثم ولى فجلس إلى ساري وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو، فقلت: لا أرى القوم إلا قد كره الذي قلت. قال: إنهم لا يعقلون شيئا. قال لي خليلي. قال: قلت: من خليلك؟ قال: النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أبي ذر. هذا كذب سيد، نعبرها إلى نقطة ثانية. هذا كذب. نعم، وكلام. نعم. ما يزال هنالك ستة أو سبع أحاديث أو غيرها، فهذا من الأكاذيب التي تنسج لرفع منزلة أبي بكر ومقام أبي بكر. طيب، السؤال، قلنا أنه أين مال أبي بكر في حصار أبي طالب، في شعب أبي طالب؟ والله يا أخوان، تحدى السلفية وأبو عائشة وكل الموجودين أن يستطيعوا أن يثبتوا أن أبا بكر أتى بيسير من الطعام إلى شعب أبي طالب. هسه غير صاحب مال، صاحب مال وتاجر أبو بكر. طيب، والنبي صلى الله عليه وآله محاصر، شد حجر المجاعة على بطنه. إما أن تقول أن أبو بكر بخيل ولم يقدم مساعدة لرسول الله ولآل بيت رسول الله،
وهم محاصرين في الشعب وشدوا حجر المجاعة أخواني ما يقارب 5 سنوات. وأنا أتحدى أبو عائشة أن يثبت لي أن أبا بكر أتى بكيلوغرام من الطحين إلى النبي صلى الله عليه وآله، أو ما كيلو من الفاكهة أو من الطماطم. إذن هذه أيضا كذب، والعلم يقول لك أنا هذا أعلم وما أدري شنو كذا. لا هذا الكلام أيضا هذا الكلام من الكذب، لأن أبو بكر ثبت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية حتى أتصور أنها في الصحيح في الوقت يا حاج وعد، الوقت يا حاج وعد، الوقت في ثانية أمامك، الوقت في ثانية بعد أمامك، شوف الأمامك تنظر إيه الوقت صدرك إخواني، هذا على الوقت حجي لحتى أقرأها. لحظة هذا الوقت أمامهم، شوفوا أمامه، خلي أضع الوقت. أبو كريم عوفة يعني أنت شوف الآن خربطت علينا الوضعية، مو أمامك الوقت بس يعني دق الجرس بعد ما دق يا أخوي، رجع له 30 ثانية، رجع له 30 ثانية. نعم إخواني، كل ما يقولونه هم تلفيق ولقلقة لسان، ولكن الأحاديث الصحيحة عندهم لا يقرؤون. النبي صلى الله عليه وآله يثبت أن أبو بكر من أجهل الجاهلين في المستدرك على الصحيحين بتعليق الذهبي، يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله حين بلغه إقبال أبي سفيان فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقال سعد بن عباد يا رسول الله والذي نفسي بيده لو أمرت أن نخوض البحر إلى آخره. سيقول الذهبي سكت عنه وهو صحيح على شرط مسلم. الوقت خلاص، الوقت الوان الوان الجاهل، اعرض عن الجاهلين. يلا تفضل ابو عائشه. ابو عائشه، اولا الحديث اللي ذكرته انه ما طلعت عليه الشمس ولا غربت لم تعطي، وهو سند ضعيف حديث البخاري، لكن معناه صحيح، لكن معناه صحيح. خوش سجل يا سيد ابو باقر، التوراك بعد الساعة إن شاء الله كلها أبو باقر أسألك عنها. يقول لك إنه المعنى صحيح، إذن السند ضعيف لكن المعنى صحيح. الآن النبي لو كنت متخذا خليلا، قال لك إنه النبي اتخذ خليلا، إذن هذا الحديث كذب. الحديث المسألة الأخرى إنه أبو بكر كان غني، هو ما قدم لك كيلو تمر إلى شعبي أبي طالب. فضل الآن 5 دقائق لك. اولا كلمه لو في الخير تستخدم، والنبي عليه الصلاه والسلام كثيرا ما كان يستخدم لو. لو استدبرت من امري ما استقبلت لجعلتها عمره، فلو في فعل الخير لا باس بها، لكن لو في الاعتراض لا تستخدم. لما اقول لو اني ذهبت الى المسجد مبكرا، هذا ما فيه شيء فعل خير. او لو اني تصدقت، لا باس بذلك. النبي عليه الصلاه والسلام كان يستخدم لو في أفعال الخير كثيرا، لو فعل كذا لكان كذا، هكذا قال صلى الله عليه. لكن التي ممنوعة التي تفتح هو لو التي فيها اعتراضية على الله عز وجل أو تحصل غير ذلك، هذا أول. ثانيا نحن نقول النبي يقول لاتخذت خليلا، أما شخص معين أبو هريرة من يقول اتخذت النبي خليل عادي، أبو ذر يقول اتخذت خليل عادي، هؤلاء هم يتخذون. أما النبي يقول لو كنت متخذا، يعني هذا النبي هو الذي يصرح أنا أقول خليلي محمد صلى الله عليه وسلم، لا بأس أنا أقول، لكن هل قال الرسول إني أنا خليله؟ لا. فهنا الفرق. أبو بكر أبو هريرة رضي الله عنه يقول خليلي ما مشكلة، هذا هو الذي يراه، ونعم النبي خليله ما قلنا شيء. كذلك أبو ذر يقول النبي خليل، لا بأس كل يقول النبي خليل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يصرح يقول لو كنت أنا محمد صلى الله عليه وسلم متخذ خليل، ما اتخذت علي ولا اتخذت فلان ولا فلان، لاتخذت أبا بكر خليلا. يعني يصرح. فالنبي قال ما هو يعني النبي لماذا لم يتخذ من البشر خليلا؟ لماذا؟ هذا في حديث مسلم عن أبي ذر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. يعني النبي هو الذي يتخذ خليل لا البشر، فالبشر عادي يقول النبي خليلي، أنا أقول النبي خليلي، بنت عائشة تقول محمد خليلي، لا بأس ما فيها شيء. لكن المشكلة هل النبي؟ لا. فلهذا يقول إن أنا يكون خليل فإن الله تعالى ما هو السبب يا رسول الله
أنك لم تتخذ أبو بكر خليلا ولا غيره؟ قال لأن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي، شوف التصريح الآن، يعني النبي هو الذي يتخذ وليس هو يأتي فلان يقول محمد خليلي، ما في مشكلة، هذه ما لها شيء. هو الذي قال أوصاني خليلي، قال لي خليلي، ما في مشكلة يقوله عادي. وفعلا محمد صلى الله عليه وسلم خليلنا جميعا أمة الإسلام. فيقول النبي هو بنفسه يقول لو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا تصريح بأفضلية أبي بكر ومناقبه رضي الله عنه وأرضاه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث يقول ائتني برواية أن أبا بكر رضي الله عنه حمل طعاما إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أسألكم بالله، يعني قرابة النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون جميعا في ذلك الوقت كانوا قلة مضطهدين، أيضا لا يلزم من كون أبو بكر رضي الله عنه لم يقدم طعاما أو لم يقدم شرابا، لا يلزم أنه كان يسعى في خلاص النبي من هذا، لا يمنع من ذلك، لا يمنع أن يكون أبو بكر ممن سعى في نقد الصحيفة، في إبطال الصحيفة، سعى إلى أكابر قريش، إلى يا جماعة ابن الدغن ماذا يقول لأبو بكر رضي الله عنه؟ يقول يا أبا بكر مثلك لا يخرج، يا أبا بكر مثلك لا يخرج، أنك تعطي الفقير وتساعد المعدوم وفيك جميع الصفات. يقول لأبا بكر رضي الله عنه عبد أبو بكر من تيم، وتيم هذه من قريش، أبو بكر رضي الله عنه قرشي، والنبي يقول الخلافة في قريش، كيف يكون عبدا ثم يكون عليهم خليفة ويبايع علي بن أبي طالب والنبي يقول الخلافة في قريش؟ يعني هذا يعني سبحان الله استدلال بعيد وغيره بعيد جدا جدا، ولا يعني يصدقه عاقل، يعني من كان عنده عقل لا يصدق أن أبا بكر كان عبدا. الله المستعان، بل اسمه عتيق. ما معنى عتيق؟ يعني الله سبحانه وتعالى اعتقه من النار، سمي عتيق لأنه عتيق الله من النار. هذا معنى كلمة عتيق، يعني عتيق الله من النار أبو بكر رضي الله. خلاص تفضل سيدنا. سيدنا يقول لك بس خلي أبو عاش، أنت لم ترد أن الحديث ضعيف الذي أوردته، ما طلعت الشمس ولا غربت، والآن أوردت حديثا أيضا ولم تعطنا المصدر، ما لأحد عندنا إلا وقد كافنا ما خلى أبا بكر، وهذا ذكر الألباني عنه أنه ضعيف أيضا، فأنت هذه المرة الثانية الثالثة تستدل بالضعيف. سيد ميثم لك الآن السؤال. الله بس قبل أن أسألك سؤال سيد ميثم، أبو عاشة شيخنا النووي، أبو عاشة شو معنى الخليل؟ الخل يعني أعلى درجات الصداقة والمحبة، يعني فيها من المحبة. يعني النبي ما يحب عائشة الآن؟ ما عنده أعلى درجات يحب عائشة خليلتي الآن؟ دعونا من عائشة يا دكتور. تفضل سيدنا. لا تحضرون الحديث، لا تحضرون الحديث. لا قلت شيخنا نحن الآن في أبو بكر. دعونا نتكلم عن النبي ما عنده، بس اسمح لي، أنت قلت أن النبي لم يتخذ إنسان بأعلى درجات المحبة، فمعنى ما في معنى عائشة؟ لا دعونا نحن الآن حديثنا. دعونا خلاص الآن دور سيد أبو كريم. ماكو غير هذا الصوت مال الجرس يقول شني بالمدرسة. سؤال جيد طرحه أبو عائشة، ويقول إنه كيف أبو بكر يكون خليفة للمسلمين وأنتم تقولوا إنه عبد، والنبي صلى الله عليه وآله قال الخلافة في قريش. واضح كيف إنه الخلافة في قريش. طيب أولا هذه ليست بمعضلة. لماذا؟ لأن عمر أراد أن يستخلف سالم مولى أبي حذيفة، وعمر يعلم، وهذا في الصحيح، عمر يعلم أنه سالم مولى أبي حذيفة من الموالي وليس قرشي، فالمسألة طبيعية جدا. ثم إحنا ما نتكلم بغير دليل،
الدليل الآن مثلا في تاريخ الطبري يا أخوان، وما أحلى هذه الروايات الموثقة بأبيات الشعر. دائما إذا رأيت الرواية موثقة بأبيات شعرية خذها وانصرف. يقول في تاريخ الطبري، يقول حدثنا عمر قال حدثنا يقول جرح يوم الجمل عمير ابن الأهلب الضبي من بني ضبة، هؤلاء قطعت منهم 70 يد في حرب الجمل، كانوا يمسكون بزمام الجمل. يقول فمر به رجل من أصحاب علي وهو في الجرحى، فقال له عمير ادن مني، فدنا منه فقاطع أذنه، وقال عمير بن الأهلب لقد أوردتنا حومة الموت أمنا، أمهم عائشة، فلم ننصرف إلا ونحن رواء. لقد كان عن نصر بن ضبة أمه وشيعتها مندوحة وغناء، أطعنا بني تيم بن مرة شقوة، وهل تيم إلا أعبد وأماء، عبيد وإماء. طيب، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. النقطة الثانية أخوان الأعزاء الأفاضل، يقول أنه النبي صلى الله عليه وآله لم يتخذ خليل، وهؤلاء هم قالوا خليلي رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب، الخليل حينما يقول خليلي رسول الله، ما معنى الخليل في اللغة أخواني؟ الخليل في اللغة الصديق الخالص. طيب، الصديق الخالص، خالص المحبة، خالص المحبة، صديق خالص، صفي خالص المحبة. يعني الآن لمن يقول إن النبي صلى الله عليه وآله ليس خليل أبي هريرة، أبو هريرة يقول خليلي رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو يقول النبي ليس خليلا لأبي هريرة، هذه دعوة من أبي هريرة. معنى هذا شنو؟ معنى أنه أبو هريرة إخواني رسول الله ذلك لأبي هريرة، ها، وكذلك مع أبي ذر، هذا طعن في النبي صلى الله عليه وآله، هذا طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الحديث السنه الألباني، سنه الألباني ما هو يا إخواني؟ الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا كان أبو هريرة يدعي إنه خليل لرسول الله صلى الله عليه وآله، والنبي صلى الله عليه وآله لم يتخذ أبا هريرة خليلا، فما معنى ذلك؟ معنى ذلك إن أبا هريرة ليس على دين النبي. لا، المرء على دين خليله. إذا أبو هريرة لم يكن خليلا لرسول الله حقا، ورسول الله خليله، معنى هذا أن أبو هريرة ليس على دين رسول الله. المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم أيهم يخالل. والحديث يصححه ويحسنه الألباني بعدة مصادر. طيب، هذه نقطة انتهينا منها. الرواية اللي قرأتها قبل قليل من المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري، والرواية في صحيح مسلم، يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه. تعالى ماذا يقول؟ يقول خذوا العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين. فلو لم يكن أبو بكر جاهلا ما أعرض عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدليل إعراض النبي صلى الله عليه وآله عن أبي بكر هذا دليل جهله. أخواني، أذكر لكم مسألة بسيطة جدا وسريعة إن شاء الله. في مسند أحمد بن حنبل رواية يقول عن عثمان بن خرشة، وقال إسحاق من عن عثمان بن إسحاق بن خرشة إلى أن يقول فضل أبو عاش. الحمد لله. يعني يقول أن أبا هريرة رضي الله عندما قال النبي خليل ليس على دين، لا لا لا، هذا هو دليل على أنه على دين النبي، يقول محمد خليلي. ما يعني ما، فلينظر أحدكم من يخالل. إذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول محمد خليل، فهذا دليل على أنه متبع لرسول الله. والخلة أو الخليل ماذا تعني؟ تعني الصديق الخالص، يعني الذي تخلت محبته القلب فصارت في خلالي أي في باطني، واختلف هل الخلة أرفع من المحبة أو العكس.
وقول أبي هريرة هذا رضي الله عنه لا يعارضه ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر، لأن الممتنع هو أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم غيره وخليل، للعكس، وكل مسلم يقول محمد خليلي، وكون محمد خليلي يعني أنا على دينه وعلى منهجه وعلى شريعته وعلى سنته. فأبو هريرة رضي الله عنه عندما قال فعلا أبو هريرة رضي الله عنه نعم خليل الرسول، خليله الرسول، لأنه على منهجه ودينه وعلى عقيدته وعلى سنته رضي الله عن أبي هريرة وما قدمه للإسلام. فالكون النبي هو الممتنع أن النبي يتخذ خليل، لأن ما معنى الخلة يا جماعة؟ الخلة هذه شيء عظيم، ولهذا الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا خليلا. فالخلة يعني محبة القلب، فصارت من خلاله أي في باطنه، يعني شيء عظيم جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ أحدا خليلا، لأن الخلة رفيعة ومنزلة عظيمة ودرجة سامية، فالله عز وجل اتخذ الخليلين خليلين له، إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. حديث ما من عندنا يد كافأناه عليها خلا أبو بكر، هذا الألباني قال عنه صحيح في صحيح ابن ماجه، في صحيح ابن ماجه قال عنه صحيح الألباني، أيضا في سنة الترمذي رواه الترمذي في المناقب، وأيضا في مسند أحمد. فالحديث صحيح، حكم عليه الألباني بالصحة، وهذا واضح ومعناه أيضا واضح. ائتوني يا جماعة الخير بأن شخصا قدم للإسلام مثل ما قدمه أبو بكر رضي الله عنه. يا جماعة علي بن أبي طالب بنفسه يعترف، والاعتراف من علي بن أبي طالب له مكانته ووقعته، يقول إن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار لليلة أبو بكر رضي الله عنه، يقول علي بن أبي طالب مبنى لليلة أبو بكر رضي الله عنه في الغار تعدل كل شيء رضي الله عن أبي بكر رضي الله عنه. أيضا أبو بكر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يستشيره، وهذا واضح وصريح بأدلة واضحة وصريحة، وكان عليه الصلاة والسلام إذا شاور أبا بكر لم يخالف مشورته، لأن الله سبحانه وتعالى أمره بذلك. وهذا هو الدليل الذي ينبغي أن يعرفه كل مسلم، أن أبا بكر كان شوير النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من مناقب أبي بكر رضي الله عنه وفضائله العلمية أنه كان وعائشة رضي الله عنها وعمر رضي الله عنه كانوا يفتون في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتكلمون بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر رضي الله عنه لم يجد شخص أفتى بقول أبي بكر وعمر إلا ابن، يقول ابن عباس، يقول أنا ابن عباس يعني إذا جت عليه مسألة يقول أبحث عنها في كتاب الله، فإذا لم أجدها أبحث عنها في سنة رسول الله، فإذا لم أجدها أخذ بما قاله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه هو أفضل هذه الأمة، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم صديقا، سماه النبي صلى الله عليه وسلم صديقا، كما ثبت ذلك عندما نزل قول الله تعالى والذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها من هم يا رسول الله؟ أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ ماذا قال النبي؟ قال لا يا ابنة الصديق، اللهم صل على محمد، لا يا ابنة الصديق. تفضل سيد. طيب اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. لا يا ابنة الصديق. طيب إخواني الأعزاء الأفاضل، أولا ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وآله، النبي يقول المرء على دين خليله، على دين خليله. طيب فما دام لم يتخذ خليلا منهم
لا أبو هريرة وهم قالوا خليلي رسول الله، إذن هم ليسوا على ديني. واحد زائد واحد يساوي اثنين. أنت ما نقضت على هذا الكلام، لأنهم لو كانوا على دينه لو كانوا لكانوا ها لكانوا ماذا؟ لكانوا أخلاء له، ولكنهم ليسوا على دينه. هذا النقض. طيب الآن إخواني رفعوا أبا بكر، الله يا إخواني يا عزاء أبسط المسلمين اليوم أعلم من أبو بكر. دليل فضل إخوان، أنا ذكرت رواية صحيح مسلم يقول كان يستشيره لا النبي صلى الله عليه وآله، ثبت إنه أعرض عن مشورتهم في صحيح مسلم عن مشورة أبي بكر وعمر. والله سبحانه وتعالى إذا كانوا علماء فقد خالفوا محمدا صلى الله عليه وآله ربه، وإذا كانوا جهلاء فقد امتثل محمد صلى الله عليه وآله لأمر الله، لأنه يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهو أعرض عنهم الجاهلين. طيب هذا في صحيح الترغيب والترهيب، محمد ناصر الدين الألباني يقول صحيح، يقول عن سالم بن عبد الله عن أبيه إن أبا بكر وعمر وناسا جلسوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله فذكروا أعظم الكبائر فلم يكن عندهم فيها علم، ما شاء الله ما عندهم علم، فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص، فأخبرني إن أعظم الكبائر شرب الخمر، فأتيتهم فأخبرتهم فأكثروا ذلك ووثبوا إليه جميعا ها حتى أتوه في داره فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن ملكا من ملوك بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب الخمر، إلى القضية معروفة. طيب وإسناده صحيح على شرط مسلم. بالله عليكم بالله عليكم، أبو بكر وعمر ها الخليفتين الأولين ما يعرفان إن الخمر من الكبائر؟ يا للطامة الكبرى، يا مصيبة. وصويحبي صغير صغيرون عبد الله بن عمرو بن العاص ها يعلم أبو بكر وعمر دينهم، وهؤلاء أعلم الأمة، تقولون أعلم الأمة وهم يجهلون إن الخمر من الكبائر. وين علم أبو بكر؟ وين علم عمر؟ ليست سوى دعاوي فارغة ودعاوى فارغة ولقلقت لسان. شوفوا أخوان الأعزاء الأفاضل، هذا مسند أحمد بن حنبل يقول عن قبيصة بن ذئب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها فقال ما أعلم لك في كتاب الله شيئا ولا أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شيء حتى أسأل الناس. ليش أنت غير أعلم الأمة أبو بكر؟ شلون تسأل الناس وأنت أعلم الناس؟ ها؟ قال فسأل فقال المغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة أعلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول جعل لها السدس، فقال من يشهد معك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ذلك فأنفذه. بالله عليكم يجهل المواريث، ولذلك حينما أتته فاطمة عليه السلام تطلب ميراثها من رسول الله وسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس خيبر، قال لها لا نورث، ما تركناه صدقة، لا نورث ما ترك. وهذا حديث آحاد، القرآن يقول ورث سليمان داود، فإما أن يكون أبو بكر جاهلا بالقرآن ما يعرف الميراث، وإما أن يكون جاحدا، وأي الحالتين تقول بها هي أفقام كبرى. طيب بعد إخوان الأعزاء الأفاضل من نماذج ما فعله أبو بكر، يقول في سنن الدارمي يقول سئل أبو بكر عن الكلالة فقال إني، طبعا اثنينهم ماتوا وما يعرفون الكلالة، لا عمر ولا أبو بكر الله وكيل، يقول فقال إني سأقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ مني فمني ومن الشيطان، أراهما خلا الوالد والولد. ما استخلف عمر قال إني لا أستحي أن أرد شيئا قاله أبو بكر. طيب سؤال، الوالدة والجد وين؟ وين الوالدة والجد؟ الوالدة ميراث الوالدة وميراث الجد وين يا أبو بكر؟ طيب انتهى الوقت، تفضل أبو عاشر. طيب يقول أبو بكر رضي الله عنه لا يعلم أن الخمر من الكبائر، سبحان الله. يعني أبو بكر رضي الله عنه يفتي بحضرة النبي والنبي يعني يقره على فتاويه
وعلى تفسيره للأحلام وغير ذلك. ثم يأتي السيد ميثم ويقول أبو بكر لا يعرف الحكم الكبائر، لا يعرف الخمر ولا يعرف سبحان الله، هذا غير صحيح. يقول لا يعلم ميراث الجدة، ائتني بآية من القرآن أن الله ذكر ميراث الجدة في القرآن، يلا خذ. سؤال مباشر، عطني من القرآن أن الله قال الجدة لها كذا وكذا، انتهى الموضوع. أبو بكر الله عنه، نعم. سؤال مباشر تسألني لا لا تسألني. لم أجد، لا لا في دورة سألتني لم أجد. لا مو قلت سؤال مباشر، لا 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 في دورة قلت سؤال مباشر أعطيني. يقول لم أجد لك في كتاب الله شيئا، فعلا ليس في كتاب الله ميراث الجدة، هذا أولا. ثانيا أبو بكر رضي الله عنه هذا أيضا منقب من مناقب أبو بكر رضي الله عنه، أنه لا يقول ما لا يعلمه، بخلاف علي بن أبي طالب، سألوني قبل أن تفقدوني، سألوني قبل أن تفقدوني. يقول ابن تيمية أبو بكر رضي الله عنه أفضل من علي في هذه الحالة. علي بن أبي طالب يعني تكلم عن نفسه وقال سألوني قبل أن تفقدوني، والله كذا وكذا، ولم يرد العلم إلى الله، وعلى طول يعني. فهذا يعني شخص لابد أن يعرف يعني مكانته. فأبو بكر رضي الله عنه يعني أفضل من علي بن أبي طالب في هذه الجزئية. أبو بكر رضي الله عنه ما يقول أنا أعلم الناس ولا يصرح بنفسه، مع أن سألوني قبل تفقدها ضعيفة حتى لو، لكن نتنزل على صحته. علي بن أبي طالب يقول سألوني قبل أن تفقدوني، سألوني، يا سبحان الله، كأنه حول علم الأولين والآخرين. أبو بكر رضي الله عنه من مناقبه أنه لا يفتخر بعلمه، بل الناس يتكلمون عن علم أبي بكر رضي الله عنه، بل الأمة كلها تتكلم عن علم أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه لم يتكلم عن نفسه يوم من الأيام، ولم يقل أنا وأنا، بخلاف علي بن أبي طالب، أنا اللي سمت لي أمي حيدرة ما أدري وإيش، افتخار أبعد افتخار. ائتوني بأمر افتخر فيه أبو بكر بنفسه، والله ما افتخر، لأن أبو بكر معروف قيمته عند الناس، بخلاف علي بن أبي طالب فهو تجد يفتخر بنفسه ويتكلم عن نفسه كثيرا ويأتي بأشياء كثيرة، ولا عمره قال أنا ما أعلم، سألوني قبل أن تفقدوني. أبو بكر رضي الله عنه هنا هذه منقبة من مناقبه، أنه لا يقول لشيء لا أعلم أعلمه. فأتته الجدة تسأله عن ميراثها، قال أبو بكر الله عنه ما لك في كتاب الله تعالى شيء، الله أكبر، لأنه كان يعلم كتاب الله وفاهم كتاب الله ويعلم ما في كتاب الله. لم يذكر لك في القرآن فرض معلوم صريح، وما علمت لك في سنة نبي الله شيئا، الرسول ما وضح ميراث الجدة، القرآن والسنة ما وضحت، ولا أجد فيما أعلم من السنة شيئا في حق الجدة في الميراث، فارجعي. ما اجتهد من نفسه، قال أنا سليني، أنا عندي كل شيء، أنا أبو بكر، ما قال، والله لو كان علي بن أبي طالب قال لا أنا عندي العلم تعالي أنا أعطيه، سليني سأجيبك على طول. أما أبو بكر الله عنه فهذه منقبة من مناقبه ومنزلة فضيلة لم يصل إليها أحد، فقال ارجع حتى أسأل الناس. وهذا دليل على أن أبا بكر الله عنه مع علمه وفقهه لا يستأثر بالأمر، إذا لم عنده علم يقول أسأل والله عز وجل يقول فاسألوا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل جبريل، لا السؤال ما هو بعيد، إذا كان الشخص ما عنده علم ولا معرفة يسأل غيره، فربما يجد عنده علم، وخاصة في الأمور الشرعية والأحكام. فأبو بكر الله عنه يقول لها ارجعي حتى أسأل، يعني اذهبي إلى بيتك حتى أسأل ثم آتيك بالجواب. قال واستشار أصحاب النبي، الله أكبر، لو علي بن أبي طالب كما استشار كان من عنده أعطاه الجواب ومشى. قال حتى استشير الناس، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ماذا قال؟ فإن من حفظ حج على من لم يحفظ، الله أكبر يا أبو بكر. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس. أبو بكر الله عنه أراد أن يتثبت، ليس طعنا في المغيرة ولا يعني عدم ثقة، لا يريد أن يتثبت. تفضل دق الجرس. دق الجرس، اللهم استعان. طيب
اللهم صل على محمد وعلى سيدنا. بس قبل ان اريد اوضح لك النقطه قبل ان هو يقول لك الان حتى تعرف اين تعلق. حجي الساعه شو وقت تخلص؟ بعد له يجيك ابو باقر. لا 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 تعجل على الحظ الطيب اللي امامك ان شاء الله. طيب يقول ان ابا بكر يختلف عن علي ان عليا يفتخر بما عنده ولذلك قال سلوني، وهذا معناه افتخار. هو يريد ان يعرض ان عليا يفتخر بما عنده، لكن أبو بكر متواضع لأن ما يعرف. فلذلك يقول الأخ النووي أبو عائشة يقول لما سئل أبا بكر ليس عيبا، وأبو بكر قال لها ارجعي حتى أتأكد من الجواب، فسأل وعلموه الجواب ولما علموه أفتى. بينما يقول لو هو الأخ أبو عائشة ولو أن عليا سئل لما رجع إلى غيري. فالآن هو يقول لك أنه الإنسان اللي عنده علم صارت عيب، فالمفروض تصير جاهل سيدنا حتى يمدحوك الناس. قول. طيب اللهم صل على محمد وعلى محمد. أبو عائشة دلس في رواية مسند أحمد بن حنبل حينما قرأها قال أنه أبو بكر قال لها لا أعلم لك في كتاب الله شيئا، ووجه لي السؤال قال الآن أنت قل لي هل أين ميراث الجدة في كتاب الله؟ لا، وقال لها لا أعلم لك في كتاب الله شيئا ولا في سنة رسول الله. ليش بترت يا بعض؟ هو جاهل بالقرآن وبالسنة. قال ما أدري ما أعرف. جاء المغيرة ابن شعبة الذي هسه مشكلة يا جماعة خاف يصير تجاوز خليها فراق، وعلم أبو بكر، علم أبو بكر، وأبو بكر كان ما يعرف الكلالة، ما أجبت على هذه. من الذي علمه؟ من سيدنا الاسم؟ المغيرة بن شعبة الثقفي. هذا اللي المغيرة هذا صديق الصحابية أم جميل الذي شاهد عليه الثلاثة الأربعة إخوة والرابع يا حاج وعد. أنا لا ما نريد التجاوز يا حاج وعد، نريد في الكلام. لا أم جميل وهذه ما لها دخل فيها، خلينا في موضوعنا، دعونا من الأمور الأخرى، رجل معروف فقط. يلا خلينا نكمل خليك في موضوعنا. يلا جيب جيب جميع شبهات سأرد على شبهة، ما عندي مشكلة، تفضل. الآن يقول هذا ما إخواني معروفة قصته مع الصحابية أم جميل في قرب مسجد البصرة حينما كان والي. رجعنا على هذا الأمور، ما هذا ما له دخل في الموضوع يا حاج وعد، الله يهديه. أعلم من أبو بكر، هذا رجل هذا حاله هو أعلم من أبو بكر. هذا ما هو موضوعنا، نحن نتكلم عن ميراث الجد. يقول أبو عائشة إحنا ما بها شيء، لأنه النبي يسأل جبريل، يعني وهل سؤال النبي لجبريل مثل سؤال أبو بكر للصحابة؟ جبريل يتكلم عن الله سبحانه وتعالى، ينقل كلام الله، يعلم النبي كلام الله. يعني النبي يسأل الله حينما يسأل جبريل، وانت تقيس هذا قياس باطل، قياسك هذا قياس باطل ليس في محله. طيب ابن القيم في كتابه المعروف، في كتابه المعروف إعلام الموقعين، يذكر مسألة وهي مسألة مخالفة أبي بكر لعمر، ويذكر قرضية يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. يقول إن خلاف عمر لأبي بكر أشهر من أن يذكر، كما خالفهم في سبي أهل الردة فسباهم أبو بكر وخالفه عمر. طيب إلى أن يقول فردهن عمر حرائر إلى أهلهن إلا من ولدت. السؤال من المخطئ، من العالم ومن الجاهل، أبو بكر أم عمر؟ طيب يقول فهكذا يفعل أهل العلم إلى أن يقول وخالفه في أرض العنوة فقسمها أبو بكر ووقفها عمر، وخالفه في المفاضلة في العطاء فرأى أبو بكر التسوية ورأى عمر المفاضلة، ومن ذلك مخالفته له في الاستخلاف، وصرح بذلك فقال إن أستخلف فقد استخلف أبو بكر،
وإن لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يستخلف. طيب إلى أن يقول فهكذا يفعل أهل العلم حين تتعارض عندهم سنة رسول الله وقول غيره. يعني شنو؟ يعني عمر إخواني تعارضت عنده سنة رسول الله مع قول أبو بكر، فقدم ماذا؟ قدم سنة رسول الله على قول أبو بكر. معنى هذا شنو؟ كلام القيم معنى هذا أن أبو بكر خالف سنة رسول الله. يقول هكذا فعل عمر، هكذا يفعل أهل العلم حينما تتعارض عندهم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقول غيره، فلا يعدلون به شيئا. طيب ذكر نقطة أنه علي بن أبي طالب عليه السلام قال سلوني، وعلي يفتخر بذلك، وعلي حينما ضرب مرحب، نعم ضرب مرحب لأن خلفائك هربوا من مرحب، فهو قتل مرحب، واضح؟ فحقه أن يفتخر، لأن هذا مرحب بطل خيبر، هرب منه أبو بكر وعمر، فبماذا تريدهم أن يفتخروا؟ ها؟ رجع أبو بكر منهزما كما يقول الذهبي، ورجع عمر يجبن أصحابه ويجبنونه، وخرج مرحب يرتجز يقول أنا الذي سمتني أمي مرحب شاك السلاح بطل مجرب. فخرج عليه علي بن أبي طالب قال عليه السلام أنا الذي سمتني أمي حيدر إلى آخره، فضربه على رأسه ضربة قطه نصفين. هذا وين ما عنده شيء يفتخر به أبو بكر، ما عنده شيء يفتخر به. طيب نقطة الأخوة الأخرى أخوان الأعزاء، الآن مثلا عندنا كما يسمونه هم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه الأصول الستة يقول والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. ابن عبد الوهاب ما يعتقد أن أبو بكر وعمر اجتهادهما اجتهاد تام، يعتقد أن اجتهاد أبي بكر وعمر هو اجتهاد ناقص، أي أنهما ليس مجتهدين، لا أبو بكر مجتهد ولا عمر ابن الخطاب مجتهد. طيب قال إنه قضية سلوني، لا ابن كثير يقول بسند صحيح علي بن أبي طالب عليه السلام قال سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم، إلا أجبتكم، ما تسألوني عن شيء إلا يقول ثبت أيضا من غيره. دق الجرس مال أبو عاشر، فضل أبو عاشر. طيب الحمد لله. يقول أخطاء علي بن أبي طالب لو جينا لوجدنا فيها أكثر من 30 خطأ، أبو بكر الله عنه لم ينقل عنه خطأ واحد، معصوم في الشريعة لم ينقل عنه خطأ واحد، ولم يقع في عهده خلاف. فلما توفي رضي الله عنه حصل بعده خلاف، فأبو بكر الله عنه لم ينقل عنه خطأ واحد في الشريعة بخلاف علي بن أبي طالب حدث ولا حرج. أولا خطأه عندما حرق السبائية بالنار، وهو يعلم أن النبي قال لا يحرق بنار، ابن عباس أنكر عليه قال لو أنا ما كانوا ما حرقت بالنار. أيضا خطأه في عدة المتوفى عنها زوجها، عدم معرفته بحكم المذي، أيضا كتمانه للعلم، سمع حديث النبي لا نورث ولم يخبر به فاطمة، هذا أيضا من كتمان العلم ولم يصرح به، وهو عارف أن هذا قاله النبي عليه الصلاة، ومع هذا يقول لفاطمة اذهبي إلى أبي بكر واطلبي حق خديجة رضي الله عنه بكر. فهذا دليل على أنه ما عنده شيء يصرح به، حتى حديث لا نورث كتمه. فلما استنطقه عمر رضي الله عنه وأشهده قال نعم سمعنا الرسول يقول. فبالله توازن علي بن أبي طالب بأبي بكر الله عنه، أبو بكر الله عنه ما كتم علما ولم يكتم قولا من رسول الله، بل إن فاطمة لما أتريه ذهلت غريبة ما سمعت هذا قال النبي وأنا عنده في البيت، لأنك يا فاطمة ما أنت حريص على العلم، وأنت يا علي بن أبي طالب كتمت هذا الحديث عن زوجته، فكان من الأولى والأجدر أن تخبر بهذا الحديث ولا تكتمه. أما سمعت النبي يقول من كتم علما ألجمه الله بلجام النار، فكان الواجب عليك يا من يقول عنك أنك عالم وعنك فقيه، كان من الواجب أن تبصر زوجتك وأن تبين لها هذا الحديث كنت سمعته من النبي، تقول سمعته، يعني هذا السمع الذي سمعته يا علي بن أبي طالب كان من الأولى والأجدر بك أن تخبر به زوجتك، حتى لا تأتي ولا تجد شيئا ويردها أبو بكر الله عنه بعلمه الذي أعطاه الله بسماعه من النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه
أيضا من الأخطاء التي وقعت في علي بن طالب. الخطأ أيضا عدم تنفيذه أمر رسول الله الواجب، الأمر الواجب الذي لا مرية فيه. الآن الواجب أحيانا قد تأتي قرينة تصرفه عن الواجب، كما قال ائتوني بكتاب، هذا ليس أمرا محضا وإنما فيه قرينة. أما قول النبي لعلي بن أبي طالب أمحو أمر، ما في قرينة، فلم يستجب لأمر الله ولا لأمر رسوله، وخالف أمر الله وأمر، وغضب النبي غضب، والدليل على غضبه أنه أخذ الصحيفة ومسح بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. والله يقول، أين علم علي بن أبي طالب إذا كان يعرف القرآن ويعلم القرآن؟ كان يعلم ماذا قال الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، يا علي بن أبي طالب، إذا قضى الله ورسوله أمرا، الرسول قضى وألزم وأمر وأوجب، كان عليك أن تنفذ وتمحو. يقولون والله هذا يعني حب في باسم الرسول، يا الرسول يقول لك امحو، يعني أنت أعلم من الرسول، ترد على الله ورسوله، ما يصلح. هذا من جانب. من جانب آخر يقول أبو بكر رضي الله عنه لا يعرف قضية الكلالة. الله أكبر يا جماعة، والله هذه من الشبه يعني الساقطة التي لا يصدقها عقل. قالوا خفي عليه حكم الكلالة، وقال أقول فيها برأيي، فإن يكن صواما فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. امسح حلقك، خلي نشرب شاي. امسح حلقك. وقضى في الجد بسبعين قضية، وهو يدل على قصوره في العلم. وكم سح حلقك دحت وياك، أن هذا من أعظم البهتان. كيف يخفى عليه أحكام الشريعة ولم يكن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم من يقضي ويفتي له؟ يعني لم يكن أحد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يقضي ويفتي له، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مشاورة لأحد من أصحابه منه له ولعمر رضي الله عنهما، ولم يكن أحد أعظم اختصاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم منه ثم من عمر رضي الله عنهما. وقد ذكر غير واحد مثل منصور بن عبد الجبار السمعاني وغيره إجماع العلماء أو أهل العلم على أن الصديق رضي الله عنه أعلم الأمة، وهذا بين، فإن الأمة لم تختلف في ولايته في مسألة إلا فصلها. ولهذا لم نجد في عهد أبي بكر رضي الله عنه أنه أخطأ في مسألة. تفضل أبو سيد ميثم. طيب، أولا ما ذكره قبل أن أرد على ما ذكره عمر بن الخطاب في صحيح البخاري، يقول أقبانا علي بن أبي طالب عليه السلام. يقول ابن تيمية ردا على العلامة الحلي، والقضاء يستلزم العلم والدين، وعمر يشهد أن علي بن أبي طالب أعلمهم وأكثرهم دينا، لأنه يقول أقبانا، والقضاء إنما يكون بالقرآن والسنة، فحينما يكون الشخص أقضى الموجودين معنى أنه أعلمهم بالقرآن والسنة. طيب، هذا سؤال أنا راح أبقى مصر عليه إلى نهاية الحلقة إن شاء الله، وهو بسند صحيح. علي بن أبي طالب عليه السلام يقول، والذهب يقول صحيح رقم 4633، يقول سألت قثم بن العباس كيف ورث علي رسول الله صلى الله عليه وآله دونكم؟ قال لأنه كان أولنا به لحوقا وأشدنا به لزوقا. يقول الذهبي صحيح. طيب، الآن الرواية أيضا في خصائص النسائي، وأيضا بسند صحيح. في خصائص النسائي بسند صحيح، الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام برقم 66 يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، إن رجلا قال لعلي يا أمير المؤمنين لما ورثت ابن عمك دون عمك؟ قال جمع رسول الله صلى الله عليه وآله، أو قال دعا رسول الله صلى الله عليه وآله بني عبد المطلب فصنع لهم إلا أن يقول فضرب بيده على يدي ثم قال أنت أخي وصاحبي ووريثي ووزيري، فبذلك ورثت ابن عمي دون عمي. السؤال، سجل أبو عاشر، ما الذي ورثه علي بن أبي طالب عليه السلام من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما الذي ورثه؟ هل ورث العلم أم ورث المال؟ طيب، النقطة الأخرى
يقول انه علي بن ابي طالب حرق هذه روايه البخاري روايه عكرمه البربري الكذاب الذي كان الخارجي الذي كان يكذب على ابن عباس لا تقبل. يقول علي بن ابي طالب عليه السلام خالف في عده المتوفى. علي بن ابي طالب حكم لان هذه الامور انت ما تفقهها حقك. علي بن ابي طالب حكم وافتى بان عده المرأة المتوفى عنها زوجها تكون أبعد الأجلين إذا كانت حامل. إذا كانت حامل وكان أجل الولادة مثلا أبعد من أجل الوفاة فيقضى عليها بأبعد الأجلين، وإذا كانت عدة الوفاة أبعد من عدة الولادة يقضى عليها بعدة الوفاة. الحكم هو أبعد الأجلين. يعني شو تريدها مثلا؟ يعني امرأة توفى عنها زوجها وهي حامل مثلا، حامل بالشهر الثامن وعدتها أربعة أشهر وعشرا، طيب شنو يسوي لها مثلا؟ تخلص شهر تجيب الولد وتتزوج ورا الشهر؟ شنو يعني هذا؟ وين عدة الوفاة؟ فالإمام علي بن أبي طالب أفقه من عمركم وأفقه من أبو بكر، لذلك حكم بأن عدة المتوفى عنها زوجها هي أبعد الأجلين. طيب قال اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. قال علي بن أبي طالب عليه السلام يجهل حكم المذي. طبعا هي رواية عندكم. وعلي بن أبي طالب سأل رسول الله صلى الله عليه وآله هسعى بنتنزلا على صحة الرواية عن أمر لم يشرع، تحداك إنه تثبت إنه هذا الأمر نزل فيه تشريع. ما في تشريع، يسأل عن التشريع، ولكن هذا في زمن النبي. ولكن الجاهل الذي في خلافته وهو ما يعرف الحكم كما جهل عمر حكم المذي في خلافته، مصنف ابن أبي شيبة يقول ابن عباس إنه أتى أبين معه عمر فخرج عليهما فقال إني وجدت مذيا فغسلت ذكري وتوضأت، فقال عمر أو يجزي ذلك؟ يجزي؟ قال نعم. قال سمعته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي خلافته يجهل الحكم حكم التيمم، ما يعرف الحكم، هذا الجاهل بعد النبي، مو يروح يسأل النبي عن حكم لم يشرع، ما يوجد. طيب يقول إنه علي بن أبي طالب سمع قول النبي صلى الله عليه وآله لا نورث ما تركناه صدقة، وهذا سألهم عمر هل سمعتما ذلك؟ قال نعم. ولذلك يقول ابن حجر يقول وهذا مشكل جدا، كيف يسمع عنهم الرسول الله صلى الله عليه وآله ثم يجيئان يطالبان به؟ يقول وهذا دليل على إن فهم علي بن أبي طالب عليه السلام والعباس لكلام النبي لا نورث إنه يقصد ما تركه بعضه دون بعض، يعني مو كل ما تركه النبي صلى الله عليه وآله لا يورث، ولذلك كان يعتقدان طيب الآن قبل الأخ أبو عاشة، هذه آخر مداخلة قبل راح يبقى يعني الأخ أبو عاشة وتوجه إليه الأسئلة، لكن هذه آخر مداخلة لا هو بدأ الآن، هو يبدأ وأنت تنهي وبعدين المداخلة لأحمد أبو باقر أحمد الإمامي، والجمهور أيضا يريد أن يشترك حتى يكون تنوع. الآن أبو عاشة مع السيد ميثم آخر مداخلة، وراح تستمر إن شاء الله بالمداخلات. أنا سجلت كثير من الأسئلة، راح أعطيك مجال خمس دقائق حتى يكون عدم ظلم وإنصاف. تفضل أخونا، ارفع الميوت، ارفع الميوت. اقول باقي ساعه ما انتهت، الساعه ما انتهت. ما انتهت الساعه؟ ايه تونا. يلا قلنا بسم الله. يلا تفضل تفضل. طيب يقول ان عمر رضي الله عنه قال اقضانا علي. هذا ليس من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من قول عمر رضي الله عنه. يعني تستجدون بعمر الان رضي الله عنه اذا كان يقوي من شان امامكم، أما في أمور أخرى لا، عمر عندكم غير عادل، وعمر رضي الله عنه يا سبحان الله، ما لكم كيف تحكمون، ما لكم كيف تحكمون. يعني هذا حكم جائر، تأخذون من عمر رضي الله عنه ما يحلو لكم وتتركون الذي لا يحلو لكم وتتهمون عمر رضي الله عنه. طيب لماذا؟ هذا أولا. ثانيا حجي بس النبي عليه الصلاة والسلام، حجي أبو عائشة صورتين، تك يمنى وتك يسرى، شنو الموضوع؟ لا 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 أبو، أنا خال، أنا خال أبو أبو. أنت مسوي تكين يمنى ويسرى؟ لا تتدخل، لا لا تتدخل يا أبو، لا تتدخل. مو هاي مسألة فنية أبو بكر. بدي أشوفه تكين. تفضل شيخنا أبو عائشة. طيب يقول النبي عليه الصلاة والسلام، تعرفون
قال أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. يعني النبي يعطي صحابته، ما قال أن علي أقضانا، يلا أعطوني رواية صحيحة أن علي، أن النبي قال أقضانا علي أو أقضاكم علي، ما صح ذلك. فابن تيمية رحمة الله عليه نعم يقول ليس في الصحيح أن النبي قال، فعلا رضي الله عن ابن تيمية ورحمة الله عليه وقدس الله روحه، فعلا يقول هذا من كلام عمر رضي الله عنه وهي في البخاري. فعمر رضي الله عنه قال هذا لعلي، يعني يريد أن يشجعه أن يرفع من مكانته، يعني أن يكون يعني فعالا في خلافة عمر رضي الله عنه حتى يستفيد من الخليفة رضي الله عنه في أمر القضاء والقضاء. فقال أقضانا علي، وهذا لا بأس، فالصحابي يمدح غيره من الصحابة. فلما يقول النبي أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وهذا أيضا إسناده قوي. أما الحديث المرفوع أقضاكم علي فهو حديث لا يصح، لا يصح أن النبي قال أقضاكم علي، ائتوني بقضية يعني فعلها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أو ائتوني بأمر من المشورات استشار في علي بن أبي طالب، استشاره مرة من المرات وليته ما استشاره، الله المستعان. لا أريد أن أتطرق لهذه المشورة، هذا أولا. ثانيا، أبو بكر رضي الله عنه معروف بعلمه ومعروف بتقواه ومعروف بخشيته، فلا يفتخر بنفسه، بل إن الأمة هي التي تتكلم عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وأنا قلت لكم عهد خلافة أبي بكر رضي الله عنه كانت خلافة استقرارية، ولم ينقل لنا أن في عهد أبي بكر رضي الله عنه حصل خلاف في المسائل الفقهية، وإنما حصل الخلاف بعد أبي بكر رضي الله عنه. وفي الجملة لا يعرف لأبي بكر رضي الله عنه مسألة من الشريعة غلط فيها، أبدا لم يعرف له مسألة من الشريعة غلط فيها، وقد عرف لغيره مسائل كثيرة. علي بن أبي طالب له مسائل كثيرة غلط فيها، أبو بكر رضي الله عنه كما أجمعت الأمة قالوا لم يعرف لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في مسألة من الشريعة غلط فيها. الصحابة تنازعت بعده في مسائل مثل الجد والجدة، مثل الجد والأخوة والعمريتين، ومثل العول وغير ذلك من مسائل الفرائض، وتنازعوا في مسألة الحرام والطلاق الثلاث بكلمة والخلية والبرية والبتة وغير ذلك من مسائل الطلاق، وأيضا تنازعوا في مسائل صارت مسائل نزاع بين الأمة إلى اليوم، وكان تنازعهم في خلافة عمر نزاع اجتهاد محض، كل منهم يقر صاحبه على اجتهاده كتنازع الفقهاء أهل العلم والدين. وأما في خلافة أبو بكر رضي الله عنه فلم يحصل من هذا الخلاف خلاف، بل كانت الأمور تمشي والأمور صالحة. أيضا أين علم علي بن أبي طالب بأن النبي سيموت؟ عندما قال النبي، شوف النبي أتاهم عن طريق يعني لغز، قال إن رجلا خيره الله بين ما عنده وبين زينة الدنيا فاختار ما عنده. علي بن أبي طالب ما تكلم، فبكى أبو بكر الله عنه، الله أكبر الله أكبر، بكى أبو بكر الله عنه. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في الرواية في البخاري، قال أبو سعيد الخدري فعجبنا من أبي بكر رضي الله عنه كيف يبكي. أبو عاشة دق الجرس، أبو عاشة شوف الساعة عندك الآن، لما يكمل السيد ميثم تكون ساعة وأكثر، لأن احنا الآن عدنا بالتسعة بتوقيتنا ببريطانيا 9:16، يعني راح يصير يعني يصير عندكم 10:21، يعني شوف 11:21، معنى أكثر من ساعة. دائما أنت ظالم، والله العظيم يوم أريد أشوفك مو ظالم، ما دائما ظالمني. تفضل. طيب اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. سألنا أخواني عن قول علي بن أبي طالب صلاة الله عليه، وقول قتيبة بن العباس بأن علي بن أبي طالب وارث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما أجاب، ما الذي ورثه؟ وإن قال ورث المال كذب أبو بكر، وإن قال ورث العلم انتهى الكلام.
انتهى الكلام، ما في جواب، لا هو يجاوب عن هذا السؤال ولا غيره يجيب. قال انه رواية البخاري ورواية صحيح مسلم، هل سم؟ لا، هو قال لهم أتعلمان ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال نحن مع مره نعلم بالشيء من غير الانسان، ومره لا، سمعتما رسول الله، وما قال لهما سمعتما رسول الله. ثم قال علي بن ابي طالب كتم العلم عن زوجته، ومن كتم، طيب بينا هذا الحديث انه ليس سماع عن رسول الله، قال أتعلمان، طيب من كتم العلم ألجمه الله بلجام من نار، وهو يقول علي بن أبي طالب كتم العلم عن زوجته. طيب فرسول الله عندك كتم العلم عن زوجته، ليش كتم العلم؟ لأن نساء النبي كما عند ابن حجر وبسنة الصحيح أرسلنا عثمان أرسلنا يطلبن ميراثهن، فلماذا كتم عنهن رسول الله العلم وأخبرهن إنهن لا يرثن؟ لا يرثنه. إذن يلزمك من هذا الكلام والعياذ بالله، والعياذ بالله، إن رسول الله صلى الله عليه وآله كتم العلم، وبذلك يلجم بلجام من نار، لأنه كتم العلم عن زوجاته ولم يقل لهن إنكن ليس لكن ميراث. تلتزم بهذا اللازم، لو تنصح تسحب كلامك. طيب إخواني أعزائي الأفاضل، هذه الشبهة المحور رددنا عليها عشرات المرات، قلنا بأسانيد صحيحة، بأسانيد صحيحة أن علي بن أبي طالب هو المتحدث، وهو الذي يقول كنت كاتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الحديبية، هذا عند النسائي بسنة صحيح. فقال أحد أصحاب الإمام علي عليه السلام يقول أتجعل بينك وبين ابن آكلة الأكباد حكما؟ قال كنت كاتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديبية، إلى أن يقول فقال سهيل بن عمرو أمحها، قلت لا والله لا أمحها، يعني المتكلم سهيل بن عمرو، ولكن هؤلاء يأخذون كلام أعداء علي بن أبي طالب عليه السلام ويتركون كلام علي بن أبي طالب عليه السلام نفسه. طيب النقطة الأخرى إخواني الأعزاء الأفاضل، أنا طرحت عدة أسئلة ما أجاب عنها، بينت عدة المتوفي عنها زوجها ما أجاب عنها. الآن إخواني بسنة الصحيح صححه الألباني والرواية في مصنف ابن أبي شيبة وغيرها، النبي صلى الله عليه وآله يقول إن منكم رجلا يقاتل الناس على تأويل القرآن كما قوتلتم على تنزيله، فقال أبو بكر أنا هو يا رسول الله؟ قال لا. فقام عمر قال أنا هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه خاصف النعل. ولكنه ماذا؟ خاصف النعل. لو كان أبو بكر يفهم القرآن لقال له النبي نعم يا أبو بكر أنت قتالك على تأويل القرآن، ولو كان عمر يفهم القرآن، وهو عمر يقول لتكفيك آية الصيف، لقال له النبي صلى الله عليه وآله نعم، ولكنهما قال لهما لا، لأنهما حقيقة لا يفهمان تأويل القرآن، لا يفهمه إلا علي بن أبي طالب عليه السلام، حتى قال إن ذهبنا إليه فأخبرناه فكأنه يعرف هذا الأمر، ما أجابهما بشيء. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث صحيح والألباني صححه وغيره صححه، أثبت أن علي بن أبي طالب عليه السلام أعلم، والله والله جريمة أقول أعلم من 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 أبو بكر وعمر. ما يقاس العالم بالجدار يا أخواني، ولا مع احترامي، احترامنا ما جاي أسيء، ما أسيء، ولكن بالقياس الأمثال تضرب ولا تقاس. لا يقاس العالم بالجدار ولا العاقل بالحمار، هذا ظلم، والله العظيم ظلم أن يقال علي بن أبي طالب أعلم من أبي بكر، أو يقال علي بن أبي طالب أعلم من عمر بن الخطاب. أين علم علي بن أبي طالب عليه السلام؟ وأين علم عمر بن الخطاب والبقية؟ طيب كم باقي من الوقت حجي؟ كم باقي من الوقت؟ لأنه طرح مسألة 13 ثانية بسرعة، ما تلحق 13 ثانية. أنا أشكرك، أشكرك. لحظة إخواني لحظة.